وفي الإمارات العربية المتحدة يواصل أبناء الجالية المصرية بأعداد كبيرة التوافد على القنصلية المصرية في دبي للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة. وحرصت البعثة الدبلوماسية في دبي على تذليل كافة العقبات أمام الناخبين منذ الساعات الأولى لبدء عمل لجان التصويت في يومها الثاني للمصريين بالخارج، خاصة مع رصد طوابير من الناخبين.